مرحبا. حذر المؤتمر العام للجيولوجيين الأوروبيين من مخاطر تغير المناخ على الكرة الأرضية واحتمال غرق اليابسة بسبب تمدد البحار وموجات التسونامي والفيضانات الخطيرة، ولفت المؤتمر إلى خطورة أعمال تكسير الصخور بطبقات الأرض العميقة لإنتاج النفط والغاز اللي بيزيد من مخاطر وقوع الزلزال والكوارث. بالعودة لطقسنا خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع حرارة مرتفعة على الساحل خلال النهار وباردة مساء على الجبال، رطوبة عادية البحر متوسط الموج وحرارة 127. اليوم طقسنا غائم مع انخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات، مع خطيطة قوية خلال الليل. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 507 ملم، السنة الماضية 568 والمعدل 627. أما هلأ فرح نروح بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 25، على المرتفعات 22، بلبقى 11 والأرز 8، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل برحبة 27، 29 زغرين، طرابلس 29، إذن الأرز 20، جبال 29، 33 بعلبك 21، فقرة 27 برمينة، بيروت 29، وأخيرا صيدا 29. الرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية شرقية. أما كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين اللي جايين؟ ف 25 29، سبت 26 30، والأحد 26 أقصاها 31. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنوصل إلى عمان 15-30، القدس 17-28، ومنروح لتونس 15-24، الجزائر 16-22، ومننهي مشوارنا بباريس 8-21. هيدا كان كل شي. باي.